نبيل، الو. الو، ازيك يا نبيل؟ الله يسلمك يا استاذه. اتفضل يا نبيل. الو، مساء الخير. مساء الخير يا نبيل، اتفضل. مساء الخير عليكم ومساء الخير على الدكتور الفاضل. مساء النور. وممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ طبعا الدكتور معاك. اتفضل يا نبيل، الدكتور معاك. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. بص يا دكتور، انا راجل متزوج وعندي 3 اولاد، وانا بحب مراتي جدا، بس مراتي دايما بتغير عليا. فمش عارف، حتى الغيره دي بتسبب لي ان انا بيجي لي عمليه اختناق، بتخنق من شكها فيا، من الغيره بتاعتها عليا. مش عارف اعمل ايه. انت عندك كام سنه يا استاذ نبيل؟ انا 47 سنه. ومراتك كام سنه؟ ومراتي في حدود 44. بتهتم بيك، بتديك يعني حقوقك كده، من ان انت تاكل كويس، يعني تشرب كويس يعني. وانت شايفني دلوقتي مركز معايا اكتر ولا مركز مع الاكل اكتر؟ لا، انا باكل كويس. لا، انا بسالك سؤال، يعني انت دلوقتي شايف الشاشه قدامك بتكلم الدكتور والاكل قدامك وانا شامم الريحه، انت مركز مع انهي اكتر؟ لا، مركز مع حضرتك. طيب تمام، هرد عليك حالا. طيب ميرسي يا نبيل على الاتصال. الدكتور هيرد عليك. شو رايك دكتور باللي قاله؟ بصي، هو مساله الغيره دي احنا كنا يعني فتحناها قبل كده في حلقه فاتت. الطبيعي ان الست تكون غيوره، بس لما الغيره بتزيد عن حدها بتبقى سيئه للغايه. الغيره دي زي الملح في الاكل يعني، والحياه من غير غيره بتبقى زي الميه. حياه موجوده بس لا ليها لا لون ولا طعم ولا ريحه. البهارات يعني يا دكتور. هي البهارات بالظبط، بس لو زادت عن حدها بتبقى مزعجه جدا. مفيش ست بتغير من غير سبب. انا بقى هو ده اللي انا كنت عايزه اساله، هل هي ده من نفسها ولا هي مثلا شافت حاجه، حست بحاجه؟ لا، مفيش ست بتبني حاجه كده. الست عقليتها بتبقى عامله زي غزل البنات. الكلام ده خطير يا دكتور. عقليتها بتبقى عامله زي غزل البنات بالظبط. بمعنى انت حد كان غزل البنات فيكم؟ طبعا. كويس. طبعا كلنا غزل البنات. ده بيبقى عندك ستيك وبتلف عليها السكر ده. بدون الستيك دي مش هتعرفي تلفيها. فاي ست بتشك او بتغير بيبقى فيه اصلا ستيك. الستيك ده بيكون موقف هي توصلت له. خدي بالك، الستات سهل قوي ان هي تعرف توصل لده، يعني بتقدر تفهم الراجل بشكل بسيط، بتقدر تعرف هو بيكذب ولا لا زي ما قلنا المره اللي فاتت. ويعني كان المفروض نسهب اكتر في يعني شرح علامات كذب الناس، انت ممكن تستكشفيها ازاي. لو ما عندهاش الستيك دي ما تقدرش ان هي يعني ما بتلاقيش ان هي عندها مبرر للغيره. معظم الستات بتحس يعني انه جوزها عامل حاجه. بتحس ازاي؟ ازاي؟ انا بالنسبه لي انا عن نفسي انا احساسي صادق على طول. في اشارات يعني سبحان الله كده من عند ربنا. لما غض النظر يعني مش شرط في الراجل، بس لما احس بحاجه بلاقيها مظبوط على طول. احساسك عالي يا ليلى. بس في ستات ممكن يكون عندهم مرض وسواس زياده عن اللزوم يتحول لشكل مرضي، ما عاد فينا نقول عنه غيره. فعشان في ناس ممكن عم تسمعنا هلا. ما بتقلش، لا ما بتقلش ان ده غيره، بتقال ان هي شكوك وسواسيه. طب انا عايزه اعرف حاجه يا دكتور. طب هو ليه الراجل مش بيهدي الحق للست ان هي يعني حبها عليه؟ لان هي خلاص بيبقى في بعض الحالات ان الراجل ده هو حياه الست، فهي شايفه ان اي حد بيقرب للراجل دوت هو بيهدي لها حياتها، فبتحافظ عليه او بتغير عليه بطريقه اكبر. فده دليل على الحب. ليه الراجل مستاء من الحته دي او بتضايقه ليه؟ بصي، خليني اقول لك ان الراجل ما بيتضايقش من كده، الذكر هو اللي بيتضايق من كده. لا، هو متصل قالك انا بتخنق. لا، ما بتخنق دي معناها ان هي الاوفر كيرنج بتحول لاوفر بروتكتنج. يعني هي بتبقى شديده الاهتمام، بعدين بتبقى شديده السيطره، تبدا تسيطر عليه بقى اكتر. تمام. دي بتبقى مشكله كبيره، ان انت بدل ما انا بغير عليك او بهتم بيك ببدا ابقى مسيطره عليك. انت رحت فين، جيت منين، كلمت مين، مين كلمك، واتحول هنا لمحقق وابدا ادور ايه اللي بيحصل واعمل ايه واعمله ازاي. هنا هو بيبدا يتخنق فعلا، ان هو بيحس انه اندر ستريس يعني، او اندر كنترول. ايه الفرق بين الشك والغيره؟ الغيره ده حاجه فطريه طبيعيه جدا موجوده عند الرجاله وعند الستات، وجودها من علامات السواء النفسي. الشك ده حاجه، الغيره بتتحول للشده بتاعتها بتبقى اعلى والتكرار بتاعها بيبقى اكتر. فبنسميها شك. يعني لو واحده بتغير على طول في مدار اعلى 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 ده بنسميه يعني شك. يعني معقول الحب يعني الزياده بيوصل الواحد ان هو يغير زياده على اللزوم؟ بصي، هو مفيش حاجة اسمها حب زيادة وحب قليل. هو الحب خلاص ده اسمه معامل الحب. معامل الحب شكله ايه؟ ولكن معامل الحب ده بيطلع منه حاجات فرعية زي معامل الصدق، معامل الأمانة، معامل الاهتمام،
نفس الفكره اللي كانت نهله بتتكلم عنها، ان انا مجرد احس ان حد مهتم بيا خلاص.